تقدم دار الأوبرا عددا من التابلوهات الفنية التي تمزج بين الكلاسيكية والمعاصرة والتي تبحر في عالم فنون التانجو، ويأتي ذلك بالتعاون مع فرقة أساطير التانجو الأرجنتينية التي تعد من أهم وأشهر الفرق العالمية المتخصصة. للمزيد تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري لمياء حمدين. لمياء، هل لك أن تنقلينا إلى الأجواء لديك في دار الأوبرا المصرية؟ مساء الخير عليكم صديقتي العزيزة ريهام وعلى كل السادة مشاهدي القناة الأولى المصرية. نتابع هنا من داخل دار الأوبرا المصرية الكثير من الحفلات المختلفة والفريدة على المسرح الكبير، حيث تعاقد الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية مع فرقة أساطير التانجو الأرجنتينية على 5 حفلات بدأت من اليوم من الساعة 8 مساء وتستمر حتى الجمعة القادمة، وفي 22 من شهر مايو الجاري ستقام أيضا حفلة على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا المصرية بالأسكندرية. هذه الحفلات مختلفة ومتميزة، ويشارك فيها أعضاء دوليين ومتخصصين جابوا أنحاء العالم، الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأيضا يعني مصر سنة 2019 وأيضا الأردن، ونالت استحسان الكثير من الجمهور، حيث يعني اندمجت الكلاسيكية بالمعاصرة من خلال رقصات خفيفة وناعمة وبالإضافة إلى الأغاني والموسيقى المختلفة. أشكرك جزيل الشكر مراسلة التلفزيون المصري لمياء حمدين على هذه المتابعة من دار الأوبرا المصرية.